Is Judge Al-Qurashi here? Do not see. Okay. I'd like to now introduce Mr. Ben Arbia, who's the director of MENA Region Program of International Commission of Jurists from Morocco. Thank you, sir. شكرا السيد الرئيس، شكرا على الجهات المشرفة على تنظيم هذا اللقاء لاشتراك اللجنة الدولية للحقوقيين في هذا الملتقى. طلب مني أن أتدخل في موضوع المسؤولية والمحاسبة القضائية في علاقتها بين الأنظمة التأديبية ومدونات السلوك والأخلاقيات القضائية. بموجب القانون الدولي مفهوم المساءلة والمحاسبة القضائية لم يتطور بالشكل الذي تطور به مفهوم استقلال القضاء أو حياد القضاء. عديد من الأسباب، أولها هو أنه كان دائما يستخدم خطاب المساءلة لضرب استقلال القضاء. عادة ما نسمع عن تغول السلطة القضائية، عادة ما نسمع عن القضاة الذين يمارسون سلطتهم بدون أي مرجعية شعبية أو انتخابات ديمقراطية إلى غير ذلك من الأسباب التي يمكن الرد عليها بأن القضاء يمارس سلطته واختصاصاته بموجب الدستور وبموجب القوانين المنظمة في كل بلد. أحد الأسباب كذلك التي جعلت أن مفهوم هذه المسؤولية القضائية والمحاسبة القضائية لم يتطور بالشكل المطلوب بموجب القانون الدولي هو أنه مفهوم جد شاسع. هو مفهوم يشمل المسؤولية والمحاسبة القضائية عندما يتورط القضاة أنفسهم في انتهاكات حقوق الإنسان. تم الحديث في الصباح عن حالات التي يكون فيها القضاة يمارسون تحت أنظمة شمولية. إلى اليوم لازلنا نلاحظ ونراقب حالات يتم فيها مثلا إصدار أحكام بالإعدام بالعشرات أو بالمئات بدون احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بدون احترام في جلسات تكون جلسات سريعة وبدون التزام بكل المعايير المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة. عندما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام هذه، هل المسؤولية القضائية هنا تكون فقط مسؤولية تأديبية أو ممكن أن ترتقي إلى مسؤولية جنائية بما في ذلك عن حالات السلب التعسفي للحق في الحياة؟ المفهوم المسؤولية القضائية كذلك يشمل حالات المرتبطة بالرشوة، وتمت الإشارة إليها وسوف لن أكرر فيها. وأريد فقط الربط بين الموضوعين المتعلقين بالنظام التأديبي في حد ذاته ومدونة السلوك والأخلاقيات القضائية. المداخلات التي لاحظناها خلال اليومين تعكس التوجهين العامين، توجه القانون المشترك الذي يقول بأن مدونة السلوك الأخلاقي هي مدونة ملزمة، ونموذج آخر يرتبط بالقانون اللاتيني والقانون الفرنسي كما أخذناه مثلا هنا في المغرب، الذي يقول بأن مدونات السلوك هذه ربما تكون تكميلية، وأن النظام التأديبي الأخطاء المهنية الجسيمة يتم تعريفها في النظام الأساسي للقضاء، وأن مدونات الأخلاقية هذه هي مدونات إرشادية أو مدونات تعطي مبادئ عامة ومبادئ توجيهية. في حقيقة الأمر نحن نتحدث عن نفس الموضوع. المادة 107 من قانون منظم المجلس على السلطة القضائية هنا في المغرب تتحدث عن مدونة السلوك الأخلاقي، ولكن في نفس الوقت القانون النظام الأساسي للقضاة عندما يتحدث عن الإخلال بمعايير الشرف والوقار والكرامة، هذه كلها معايير هي نفسها التي سوف يجب أن تكون مشملة في مدونة السلوك والأخلاقيات القضائية. مبادئ بنغالور تتحدث عن مبدأ الاستقلال، مبدأ الحياد، المساواة، الحرص، اللياقة والتخصص. في كلتا الحالتين، ربما فقط تركيز هنا على النموذج المغربي، أن مسألة أن القرارات المجلس الأعلى المتعلقة بإعطاء تفسيرات دقيقة وإرشادات عملية دقيقة للقضاة حتى ينظموا سلوكهم بشكل يتماشى مع التفسير الذي يعطي المجلس على القضاء لمبدأ الوقار أو مبدأ الهيبة أو مبدأ الكرامة أو مبدأ استقلال القضاء، هذا كان شيئا لم يتم يعني تطويره بالشكل الذي يجعل القضاة هنا في المغرب على اطلاع وعلى علم بهذا الاجتهاد القضائي، على أساس أن القرارات لم تكن منشورة. ولكن من المهم أنه في صياغة مدونة السلوك القضائي عند التركيز على هذه المبادئ أن لا أركز فقط على المبادئ بشكل عام، ولكن أن تكون هناك نماذج عملية دقيقة وواضحة تلتزم بمبدأ المشروعية
وتلتزم بإعطاء الصور عملية للمخالفات التي يمكن أن تستوجب أو أن تحرك المسؤولية التأديبية لهؤلاء القضاة. سوف أركز فقط على ثلاث مبادئ لضيق الوقت فيما يتعلق بمبدأ الاستقلال. ليس فقط المهم التركيز على مبدأ الاستقلال المؤسسي عن السلطة التشريعية والتنفيذية أو الاستقلال الفردي في علاقة القاضي بالجهاز القضائي ككل وكذلك بتأثيرات الخارجية، ولكن من المهم كذلك الوصول أو أن مدونة السلوك القضائي تعطي نماذج عملية لماذا نقصد بمبدأ الاستقلال في الممارسة اليومية وفي ممارسة القضاة بشكل يومي. نموذج واحد مثلا أشرت إليه التعليق المتعلق بمبادئ بنغالور، عندما يتم بشكل أو بآخر الاتصال بقاضي للحديث عن قضية معينة يجب أن يكون في مدونة السلوك القضائي كل الإجراءات المرتبطة بإمكانية أن يقابل القاضي هذا الشخص أو هذه الجهة التي طلبت اللقاء في من أجل الحديث بقضية معينة، بما في ذلك هل من الممكن، هل يجب أن يحضر الدفاع، هل يجب أن تحضر ممثل النيابة العامة لهذا الاجتماع، هل يجب أن يحضر كذلك جهات أخرى مرتبطة بهذه القضية. فهذه نوع من التدابير العملية التي يمكن أو التي يجب أن تكون منصوص عليها في المدونة السلوك القضائي لإعطائها إرشادات عملية للقضاة في ممارسة مهامهم بشكل مستقل. مبدأ الحيادة ومبدأ الامبارسياليتي هذا مبدأ جد مهم، لأنه القاضي ليس مرجع أخلاقي، القاضي ليس مرجع ديني، القاضي ليس مرجع اجتماعي لضمان المعايير الاجتماعية، ولكن القاضي هناك موجود فقط لتطبيق القانون على الوقائع بغض النظر على أي اعتبارات أخرى ممكن أن تؤثر عليه والتي هي موجودة بكل داخل كل شخص. المهم هنا فيما يتعلق بمبدأ الحياد لاحظنا فقط فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالعنف ضد النساء في المغرب، كيف يتم في الكثير من الأحيان بناء الأحكام على أساس اعتبارات اجتماعية أو على أساس اعتبارات القناعات الدينية والاجتماعية للقاضي وليس لتطبيقها بشكل جد محايد. النقطة الأخرى المتعلقة بالمساواة، دقيقة فقط، المساواة النظام القضائي يجب أن يعكس المجتمع بكله، يجب أن يكون يعكسه فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل. مسألة تمثيلية المرأة داخل المراكز القضائية الرئيسية مسألة جد مهمة، لا يكون فقط تمثيل على مستوى محاكم الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية ولكن كذلك في مناصب المسؤولية القضائية، وهذا يعني مشروع جد مهم حتى في هنا في المغرب من أجل ضمان أن القضاء يعكس صورة المجتمع بكله. وكذلك مسألة الوصول إلى العدالة تكون دائما ناقصة إذا لم تتوفر باللغات المعترف بها مثلا على المستوى الرسمي، فكذلك جهد مهم يجب أن يتم القيام به من أجل ضمان أن الوصول إلى العدالة يتم في أحسن الظروف. شكرا. Now I'd like to introduce Mr.